بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين. الذي عاوز أكلمكم في آية من رسالة أفسس، آباء الكنيسة فهموها أنها تأمل في الصليب. بولس كان مسجون في روما وبيبعت رسائل، بعت 4 رسائل من السجن الأول، رسالة أفسس وفيليبي وكولوسي وفيليمون، وكان في المرحلة دي متعزي وفرحان وإيمانه قوي قوي ومطمن عن الكنيسة رغم شدة الاضطهاد اللي على الكل، وأولاده كانوا خايفينه يستشهد، قال لهم لا أنا مش همشي المرة دي. فأفسس 3 اسمعوا بيقول إيه وتعالوا نربطه بالصليب. بيقول: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. خدتوا بالكم بيعمل ايه؟ قالوا الاباء هو بيتامل في الصليب بابعاده، فبيقول تستطيعوا ان تدركوا مع جميع القديسين. يبدو القديسين شايفين حاجه اكتر مننا، ابعاد الصليب غير مجرد الصليب اللي قدامنا، هل في إدراك أعمق من كده؟ فبيقول تستطيع أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. فكأن القديس بولس عايش مشغول بالصليب، والحقيقة أكتر واحد كرر معاني عن الصليب في كتاباته القديس بولس في العهد الجديد والعهد القديم، فهو عاشق للصليب، وهو صاحب الشعار حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع. ودي نسمعها يوم الجمعة الكبير: الذي به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم، وقال ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي، وقال لا يجلب علي أحد أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع، ويقصد بها جراحاته. أنا عاوز أعيش معاكم فكرة التأمل في 4 أبعاد للصليب، وعشان أسهل عليكم هنحطها 4 عين، حرف العين يمكن تعرفوا تحفظوا معايا، لأنها مجالات للتأمل طول الأسبوع ده وللغنى الروحي. لأنه بيقول لما تفكروا وتدركوا مع جميع القديسين اللي عملوا المسيح الصليب، تعرفوا محبته الفائقة للمعرفة، فتمتلئوا إلى كل ملء الله. يعني في عمق روحي، في حب، في درجة علاقة مختلفة. ويمكن كلكم عارفين أن أبونا بشوي كامل اللي اعتبرته الكنيسة قديس حديث، كان فكرة التأمل في الصليب شغلاته الحياة، وكان دايما يدي لأولاده تدريب اقعدوا تحت الصليب شوية كل يوم. وطبعا الأسبوع ده كان يعني إيه، ده التدريب الأساسي، مش بس تسبيحات لكن تأملات في الصليب. الـ4 عين احفظوا معايا وأقول كلمة عن كل واحد: عذاب، عار، علانية، علامة. هنحفظهم عشان يبقوا سهلين: عذاب وعار وعلانية وعلامة. أولا عذاب الصليب. طلع لنا بدعة جديدة من كام سنة أن المسيح كان ضروري يموت مش لازم يتألم، وأن آلامه لا تزيد عن أي آلام. حياتي بدعة، آلام المسيح تخلصنا. احنا لسه بنقول في الطرح ايه؟ بآلامه
يخلصنا. وبنقول بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا، يبقى في قوة في الألام. وقانون الإيمان بيقول تألم وقبر. ربنا يسوع كان أسهل له يختار موتة ما فيهاش عذاب، موتة السيف ما فيهاش عذاب، ما فيش، ما يلحقش الواحد يتعذب. موتة الرجم تعرض ليها المسيح 4 مرات، كادوا يرجمونه لكن ما كانش مرتب الرجم واجتاز في وسطهم. ليه؟ الرجم على صعوبته ما ياخدش 10 دقايق ربع ساعة زي القديس استفانوس، إنما عذاب الصليب موتة أصعب من أي موتة، لأنه ما كانش صليب بس، كان قبليه جلد، كان قبليه إكليل شوك، وبعدين المسامير، وبعدين الوقف على الصليب والعذاب مع كل نفس نفس، كمية أنواع من العذاب لا يحتملها إنسان. عشان كده إشعياء اللي سبق وشاف الصليب قال كشاة يساق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها، لكن قال مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا، تأديب سلام عليه وبجراحاته شفينا. يبقى الجراحات ليها قوة. عذاب المسيح، المسيح اختاره، اختار الصليب، اختار الموتة الصعبة، ما اختارش الموتة السهلة. طب ليه؟ وده اللي بيقوله القديس بولس، تدركوا وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. آلام المسيح تؤكد محبة غير محدودة. كل الآلام والوجع الشديد ده أكبر تعبير عن محبة ربنا، لأنه العذاب والوجع دليل قاطع على الحب. أي حاجة سهلة ما تبقاش معبرة. يقول إن أعطى الإنسان كل ثور وبيت عوض المحبة تحتقر احتقارا. إنما العذاب اللي باختيار ربنا يسوع يؤكد إنه بيحبنا جدا. عشان كده في قراءات امبارح والنهارده يقول إذ كان قد أحب خاصتي أحبهم إلى المنتهى. ربنا يسوع اختار العذاب عشان يبقى في حاجة اسمها شركة آلامه. احنا كلنا بتعدي علينا أيام صعبة، بيعدي علينا عذاب في وقت. هنا من يفصلنا عن محبة المسيح؟ حط آلامك جنب آلامه، تتصالح وتتصاحب عليه وتتصبر، تتصبر. أذكر واحد صديق قعد يموت فترة طويلة في آلام مبرحة، لكن كان حاطط الصليب قصاده طول الوقت. كان يقول لي ده اللي مصبرني، كل ما اجي اتأوه اقول له امال انت غلبك وعذابك اصعب من عذابي، طب انا استاهل العذاب، انت ما تستاهلش. فكان بيصبره، وده اللي اسمه شركة آلام المسيح. عشان كده بولس لما اتجلد ولما اتسجن كانش زعلان، قال عاوز اعرفه عن قرب، أعرفه قوة قيامته، بس في قبلها إيه؟ شركة آلامه، متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. إذن أول جانب في الصليب العذاب. العذاب يخلي الواحد يتقبل أي عذاب من أجل ربنا. قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه، يعني يكون مستعد للتعب، مستعد يتعذب، مستعد يتألم. إذا كان بيحب ربنا العذاب دليل على الحب. إحنا في زمن يا أحبائي العالم بيمجد الراحة، والسوشيال ميديا كلها بتغني أغنية المتعة والراحة. ده عكس سكة الصليب، ده عكس طريق السماء. اللي فاهم ربنا بيختار التعب، ما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة، وكثيرون هم الذين يدخلون منه.
لما أمي أبو يوحنا تيجي الأسبوع ده شايفة الحكاية ماشية في سكة ملك، تقول له خلي ولادي واحد عن يمينك واحد عن شمالك، قال لها أنت مش عارفة بتطلبي إيه، اللي على يميني وشمالي هيتعذبوا، هي مش فاهمة. قال لها أيستطيعان أن يشرب الكأس؟ إيه الكأس؟ كأس العذاب. الكأس دي مقصود بيها مش الموت بس، كأس العذاب. عشان كده ليلة الصليب هيقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. يبقى ربنا قبل العذاب بكل أشكاله، لأنه آلامه تخلصنا تشفينا، بجراحاته شفينا. ما تنسوش إن الحكم اللي جه على آدم وحواء كان فيه عذاب. آدم ما كانش يعرف يعني إيه وجع، ما عندوش فكرة. حواء ما تعرفش يعني إيه وجع، أول مرة سمعتها لما قال لها بالوجع تلدين أولادا. فالموت لما دخل دخل معاه الألم، فالمسيح عشان يشيل الموت لازم يشيل معاه كمان العذاب. يشيله إزاي؟ عذابات المسيح توقف العذاب الأبدي. افتكروا الجملة دي، في حاجة اسمها العذاب الأبدي؟ طبعا ربنا يسوع قال كده، قال في عذاب أبدي. طب إيه اللي يوقف العذاب الأبدي؟ عذاب المسيح. أخذ الذي لنا، ده عذاب نحن حقنا، وأعطانا الذي له نعيم الأبد المجد الأبد. يبقى بجراحاته شفينا، هو قفل في وشنا العذاب الأبدي بعذابه بآلامه. عشان كده نحن نمجد الآلام. في بعض الطوائف ما تفهمش يعني ايه نمجد الصليب، يعني ايه نمجد الألم. لا، احنا نرى في آلامه مجدا، مش في موته بس. طبعا موته له كل المجد وقيامته له كل المجد، لكن احنا بنقف قدام صليب كل لك القوة والمجد، قدام الآلام نسجد لآلامه، نحب آلامه، لأن آلامه تخلصنا. عشان كده كتدريبي أحبائي، كل ما يجي لك وجع، صداع، مغص، نقح في العظم، شكة دبوس، أي بقى وجع وما أكثر، أرجوك افتكر الصليب. حط الصليب قدام عينك وقول من سيفصلنا عن محبة المسيح. إذا كان هو توجع عشاني هتصبر وأقول له أشكرك حتى على الوجع ده، أقول له حط وجعي على وجعك، المهم بلاش وجع في السماء، بلاش عذاب أبدي. يبقى أول جانب للصليب يستحق مننا التأمل والتفكير هو العذاب. المسيح تعذب أو تألم من أجلنا. تاني بعد أحبائي العار. كلمة عار نسبت لربنا يسوع. أولا العهد القديم حط قاعدة، قال عار الشعوب الخطية، وقال أجرة الخطية موت. أصبح كل الشعوب كل البشر في عار في حياته. جه المسيح له المجد تعرى وحمل العار وصار لعنة لأجلنا، والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. اللي ذكر كلمة عار المسيح القديس بولس ذكرها في العبرانيين مرتين. لما حكى عن موسى قال إيه؟ قال موسى أبى أن يدعى ابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من كنوز مصر كلها. يبقى في حاجة اسمها إيه؟ عار المسيح. جه في الإصحاح اللي بعدها باتنين كده عبرانيين 13 يقول فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. لأن ربنا يسوع كلمة عار بتيجي جنبها كلمة عري، والأباء ربطوا بين العري اللي حصل في آدم والعري اللي حصل في المسيح. المسيح تعرى، خلع هدومه بطريقة مهينة وألبسوه ثوبا أرجوانيا، وكان
نوع من الإهانة، وكل ده تحمله. يبقى كان في عذاب جسدي وفي عذاب نفسي قاسي، وكانت آلامه ليلة صليبه واضح فيها العذاب النفسي، حتى إنه كان عرقه يتصبب كقطرات من الدم. إذن فكرة العار الشيم دي كلمة صعبة، كلمة مخجلة، لأنه فضيحة ذل. ربنا يسوع لما شاف ولاده تذلوا اتعروا قبل هذه المهانة، وقالوا الآباء منهم يعقوب السروجي بالذات قال كان لازم يتعرى لكي يستر عري آدم. وعشان كده القديس بولس عاشق الصليب قال لنا أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، لأن احنا كنا عريانين من ساعة آدم. اللي سطر علينا المسيح، لما لبسناه اتسطرنا، لكن عشان نتستر كان لازم هو يحمل العار. حاملين العار كلمة صعبة، لأنه المهانة صعبة يا أحبائي. عشان كده أرجوكم أول تدريب كان لما يجيلك عذاب بص على الصليب وقول شكرا، ولما تجيلك إهانة تقبلها من أجل المسيح. ما ينفعش يبقى ربنا يسوع له المجد يقبل العار والإهانات وإحنا نستكتر على نفسنا أن نهان. قديس بطرس يقول إذ شتم لم يكن يشتم عوضه، عمره ما يرد الشتيمة، لكن كان يسلم لمن يقضي بعدل. إذا إحنا نحتاج نحتمل الإهانة مش نحتمل العذاب بس. يبقى التأمل في الصليب يصبرني على عذاب الوجع الجسدي ويصبرني على عذاب الوجع النفسي. الأوجاع النفسية زادت في الزمن ده، الناس عندها متاعب نفسية يمكن أصعب من الأوجاع الجسدية. أكتر من شخص مكتئب يقول لي كنت أتمنى لو يجي لي كل أنواع العذاب في العظم أو الوجع ولا الضغط النفسي أو الكآبة. ساعات الناس ما بتقدرش يعني إيه وجع نفسي، عذاب نفسي. ربنا يسوع اجتاز ده واجتاز ده، عدى في ده وده عشان يحسس كل واحد فينا أنا متضايق معاك، أنا حاسس بيك في كل ضيقهم تضايق. طب لو أهنت طب وماله؟ برضو ارجع أقول له يا رب أنت تتهان عشاني أنا أتهان عشانك. يا سلام، بسيطة قوي. إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، إن كنا نصبر معه سنملك أيضا معه. افتكروا أحبائي هو بيقول تعرفون تدركوا مع جميع القديسين العرض والطول والعمق والعلو. خدنا عرض وطول اسمه إيه بقى؟ قلنا عذاب وعار، ماشي. ناخد بقى إيه؟ عمق وعلو. العمق ناخد كلمة علامة. ليه ربنا يسوع اختار الصليب بالذات؟ كان أسهل له الذبح، لأن حتى كلمة ذبيحة وهو ذبيحة، وكل الذبائح بتشاور على المسيح. طب الذبيحة تذبح، وكان ممكن يرتب بترتيبه الإلهي أن يذبح. طبعا قالوا الآباء كلام كثير، لكن من ضمن ما قالوا ليه اختار الصليب قال عشان يسيب لنا علامة. عارفين لو ذبح كانت هتبقى العلامة بتاعتنا إيه؟ السيف، ودي علامة عدوانية. لكن الصليب لما تفهموها هي علامة قبول الألم، لأن الصليب ما يأذيش حد، المصلوب متألم، السيف يأذي. لكن المسيح اختار علامة الصليب عشان هو جاي يتألم من أجلنا مش يعذب حد. في المزامير يقول الرب أعطى علامة لعبيده، وكل جمعة عندنا إبصالية يريد بقى مع الخمسين نقولها ربنا يسوع المسيح أعطى علامة لعبيده الذين يخافونه أن يخرجوا الشياطين. ربنا نقعد نغني ونقول إدانا علامة تخرج شياطين، تشفي الأمراض، تحل المشاكل. إذن كان قصده يدينا علامة. رجع سمعان الشيخ لما شال المسيح في طفولته قال
هذا قد وضع لعلامة تقاوم، لعلامة تقاوم، وده اللي حاصل في التاريخ لغاية مجيئه. علامة الصليب مرعبة للشيطان، وكل اللي يقاوم علامة الصليب يبقى معروف هو تبع مين، بأي شكل، بأي انتماء. ربنا يسوع ذكر العلامة في مجيئه الثاني، عارفين ليه؟ علامة الصليب هتحدد المصير الأبدي. اللي بيحبوا الصليب رايحين يمين، واللي بيكرهوا الصليب رايحين شمال. تظهر علامة ابن الإنسان قبل مجيئه، هتفرز البشر العلامة دي. احنا أول ما نشوف الصليب هنقول ايه؟ سكتتي جو، هنقول زوك سابتري، هنرشم الصليب خلاص، احنا تبع الصليب. لكن في ناس ضد الصليب، فعشان كده يختار المسيح انه تظهر العلامة، وسبق للعلامة دي برموز كتير. عصاية هارون كانت علامة، السيخين بتوع خروف الفصح كانت علامة، الحية النحاسية كانت، كل ده كانت إشارات لقوة الصليب. إذن ربنا ادانا علامة، وده أحد أسرار صليبه. ليه؟ لأن في العلامة دي أصبح فيها قوة. على فكرة احنا بنستقل بعلامة الصليب. رشم الصليب يرعب الشيطان، ذكر الصليب يرعب الشيطان. قديس أثناسيوس الرسولي كان يقول للكنيسة ارشموا الصليب على كل مكان رايحينه، كل مكان تدخلوا ارشم عليه صليب، ارشم الصليب على نفسك وعلى أولادك. ده تعليم الكنيسة، لأن الرب ادانا علامة نفتخر بيها بصليب ربنا يسوع. إذا المسيح اختار الصليب، في عذاب وفي عار وفي علامة. أقول لكم حاجة يا ستات بقى، ما تزعلوش مني، ما يصحش تبقوا تبع علامة الصليب وتهينوا الصليب بلبسكم. الناس بتعرفكم من علامة الصليب. إياكم بقى بعد العيد، بعد ما تقعدوا الأسبوع كله تمجدوا ربنا، تهينوا ربنا بشوية لبس وموضة، يبقى كل البسخات دي راحت وكل التمجيد ده راح. احذروا يا أحبائي، كرامة الصليب ينبغي إنها تشغل ولاد ربنا. ما تسيبوش حد يجدف على اسم المسيح أو يهين الصليب بسببكم. آخر نقطة علانية، القديس أثناسيوس قال إن ربنا يسوع اختار أن يموت علانية عشان ما يجيش اليوم اللي يجي حد يشكك في موته. وده اللي حصل بعد كده، إن بقت ناس تقول إنه مش هو اللي مات. لو كان المسيح مات جوه سجن، ما أسهل التشكيك، يقولوا مش هو اللي مات. لكن ربنا يسوع مات على ربوة، على الجلجسة، حواليه مئات وقد يكون آلاف، واللي حواليه مش حبايبه، عشان ما نقولش هم ألفوا قصة، ده قوات مئات وعساكر وبتوع الهيكل وكتبة ويهود وبيتريقوا وناس مكتازين يقول عنهم الكتاب، كل دول شهود لموته. لأن ربنا يسوع له المجد قصد أن يموت علانية. وهنا بقى مع العلانية في كم فكرة قالوها الآباء، قالوا ربنا اختار يتعلق بين السماء والأرض عشان هذا الموت العلاني يعلن صلح السماء بالأرض. هو جاي صالح الكل بدم صليبه، عاملا الصلح بدم صليبه. عشان كده تلاحظوا كان يكلم الآب ويكلم البشر. أي واحد هيموت بيبقى واقف على الأرض أو نايم، لكن ده متعلق، وكان قصده كده. أولا يبقى كل الناس شايفينه، وقال أنا إن ارتفعت عن الأرض أكذب إلي الجميع. كمان الموت العلانية ده اداله فرصة يموت بطريقة يحتضن العالم كله. قالها أثناسيوس، ورجعوا بقى للناس تقولها دلوقتي كتير، الحضن الإلهي الذي لا يغلق أبدا. فموته العلاني ده معناه الحضن ما بيقفلش، لا من اليهود، لا من الأمم، لا من الخطاة، لا من كل البشر، لكن لا يغلق أبدا،
يفضل الصليب كده يحتضن العالم كله، وده كان قصد بموته العلاني. قالوا كمان الموت العلاني ده حقق حاجة صعبة، المسيح هو الذبيحة وهو الكاهن، هيعملها ازاي دي؟ يبقى رئيس كهنة أعظم ويقدم نفسه ذبيحة ما تكملش غير على الصليب، يشفع في كل البشر شفاعة كفارية بذبيحة جسده، ذبيحة نفسه. عشان كده بيقول اغفر لهم لأنه رئيس الكهنة الأعظم، فيقوم بدور الكهنوت، وكان دايما الكاهن يقف على مكان عالي الناس تشوفه ويقوم بدور الذبيحة. إذن ربنا يسوع اختار أن يموت علانية. حد يسأل ويقول طب ليه القيامة مش بنفس العلانية؟ تاخدوا بالكم؟ مش كان يقوم قدام نفس الآلاف دول كلهم؟ لا، الصليب مات من أجل الجميع، القيامة هدية تخص المؤمنين. يعني إيه؟ هو مات من أجل الجميع، طب مين اللي هيدخل السماء؟ مش الجميع اللي هيموتوا ويقوموا معاه. مين اللي تمتع بخبر القيامة؟ مين اللي فرح؟ المريمات، الرسل، الخمسمية التلاميذ اللي قال عليهم بولس على الجبل، اللي بيحبوه، اللي واثقين فيه. عشان كده الذي مات حقا من أجل كل البشر قام حقا، لكن الذي لا يؤمن بموته وقيامته لا يستحق قيامة الأبرار. اللي يتمتع بالقيامة هم المؤمنين، لكن إن كان على الصليب الدم ده مدفوع من أجل الكل، زي ما قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به، لكن البذل من أجل العالم كله. إذن ربنا يسوع اختار أن يموت علانية. كمان بيقولوا يعني الموت العلاني ده أو الجهاري حل مشكلة الشجرة اللي وقعت البشرية كلها، كلنا وقعنا بشجرة ورجعنا بشجرة، ابتدت الحكاية بشجرة وقعت آدم وكل بنيه، وتصلحت في آدم الثاني لما اختار أن يعلق على الخشبة من أجل خلاص الكل. تعالوا نراجع ونفكر مع القديس بولس في الآية اللي بتقول تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة كي تمتلئوا إلى كل ملء الله. لو قضينا الأسبوع ده تأمل وتسبيح للصليب هنغتني، هنعرف أسرار ما كناش عارفينها، هنقرب من ربنا بطريقة أجمل من كل سنة. فكروا معايا في العذاب اللي اختاره المسيح من أجلنا من أجل خلاصنا، فكروا في العار اللي حمله من أجلنا عشان يرفع عنا العري والعار الأبدي، فكروا معانا في العلامة وقوة العلامة اللي سابها في إيدين كل أطفال الكنيسة وكل شعب الله عشان يغلبوا بيها مملكة الشر، وبعدين فكروا في العلانية. والعلانية تلزمنا يا أحبائي بالقاعدة اللي قالها المسيح، من يعترف بي قدام الناس أعترف بي قدام ملائكة أبي، ومن ينكرني قدام الناس أنكره قدام ملائكة أبي. بطرس أنكره لأنه خجل أن يعترف بي علانية، ما فاتش 50 يوم أو أكتر، وقف علانية قدام آلاف يصلح اللي عمله ولم يخجل، واستمر يعلن اسم المسيح لغاية ما استشهد. احنا مطالبين لما نحب الصليب نحمل معه العار، نتحمل معه العذاب، نتمسك بالعلامة ونفتخر بيها، ثم نشهد له بموته وقيامته، له كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد.